أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الحوت الخميس 9 سبتمبر أيلول 2021. تشعر بالثقة والسعادة، وهذا يظهر في سلوكك ولغة جسدك. سيلاحظك الناس اليوم أينما ذهبت، ومن المحتمل أن تترك انطباعا جيدا. ستذهب اجتماعات العمل المهمة في اتجاه إيجابي، حتى لو بدا لك موقفا معينا مشبوها، فستتمكن من جلب الآخرين إلى وجهة نظرك وإنجاز الأمور على طريقتك. عاطفيا، يغذي المريخ رغباتك الرومانسية وبروح قتالية ومستوى أعلى من الثقة، ويمكنك أن تخطو خطوة كبيرة أما مع شريكك أو تجاه شريك حياتك. أصبحت الرومانسية في علاقتك بنفس الأهمية. السكر في الشاي، أنت أفضل حال في حالاتك الرومانسية. استمع للموسيقى في الهواء وكل شيء مشرق وملون. الوقت مناسب لك اليوم. مهنيا، الوقت مناسب لأولئك الذين يعملون في مهن تشمل السفر والرحلات. يمكنك جني أموال جيدة من ذلك، ويمكنك السعي لإقامة علاقات مع السلطات العليا والتي ستجني ثمارها قريبا. يمكنك الاستثمار في العقارات أو المعادن النفسية أيضا. صحيا، يبدو أنه من الصعب عليك أن تدرك العادات الصحية، وقد تكون طبيعتك العنيدة هي التي تجعلك ثابت وتوقف تقدمك. ضع صحتك أولا وكن عنيدا عندما يتعلق الأمر بأخذ قسط من الراحة قبل كل ليلة، والذهاب إلى الجيم كل صباح، وتناول وجبات متوازنة. توقعات برج الحوت للرجل: تجنب القيل والقال وكن حريصا على الصمت بعيدا عن تصرفات المرتجلة والمتسرعة. أنت من محبي الكمال، فلا تتوقع من نفسك ما لا تستطيع هذا اليوم، وعبر عن مشاعرك حتى لو كانت حزينة بشكل يتناسب مع ما تشعر به دون أن تفكر بكبته. توقعات برج الحوت للمرأة: أنت لست ملاكا، أنت إنسان طبيعي بداخلك الخير والشر يجتمعان معا، لذلك أنت المتحكم الأول بهما اليوم. وازني خياراتك جيدا، وعليك الحفاظ على خصوصيتك بعيدا عن أعين البعض ولماذا يتلصصون عليك ويتناقلون أخبارك. عليك وضع حد لذلك اليوم. توقعات العلامة الأولى مواليد 19 فبراير إلى 1 مارس: أنت حاليا تتعامل مع النزاعات والخصومات بشكل عدواني وبدون داعي، ما يخلق لك معارضين حتى أعداء، وانتقد نفسك وحاول انتهاج أسلوب أكثر عقلانية وبضوابط عندما لا تكون على وفاق مع أي شخص آخر. حاول انتقاء ألفاظك والكلام حتى لا تندم على ما قلته فيما بعد. في حالة وجود شكوك، يفضل التفكير مليا قبل الكلام والتصرف. توقعات العلامة الثانية مواليد 2 مارس إلى 10 مارس: يتزايد طموحك إلى ما لا يمكن تحقيقه، وفي بعض الأحيان ينتابك التساؤل عن النتائج التي قد تحدث إذا تنازلت عن مبادئك ومثلك العليا. ومن أجل تحقيق أحلامك، لا تتجرف وراء تلك الأفكار، يجب عليك أن تكبح طموحاتك بعض الشيء. عليك أن تعي جيدا قيمة ما لديك، وتذكر أنه في أغلب الأحيان أبسط الأشياء هي التي تجلب السعادة للفرد. توقعات العلامة الثالثة مواليد 11 مارس إلى 20 مارس: في الوقت الحالي الأمور لا تسير كما تشتهيه الأنفس، فأنت ترهق نفسك بأعباء وأعمال كثيرة ومحاولا درء سوء الحظ لديك مما يؤثر على صحتك تأثيرا قويا. يجب أن تقنع بأن الأمور تتغير ولا تدوم، وقد يستحيل حدوث الشيء في بعض الأحيان. رفع عن نفسك قليلا عندما لا تسير الأمور كما تتوقع.